السلام عليكم احبائي الكرام، مرحبا بكم في وصفه جديده وفيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تنال اعجاب الجميع. حلوه اليوم اللي هي حلوه تقليديه، حلوه ذو التمر او معمول التمر، وبطريقه واحده ثانيه اللي هي او واحده اخرى اللي هي عيون التمر كيف ما كتشاهدوا معايا في الصور. حلوه يا سلام كتجي لذيذه وهشيشه، صدقوني كتجي ولا اروع. نتمنى خوتي الوصفه اليوم تنال اعجابكم، ما تمشيوش بعيد وخليكم معايا ان شاء الله باش تشوفوا طريقه التحضير. وبالنسبه اخوتي المكونات ديال معجون التمر كيف ما كتشاهدوا معايا، يعني تحصلت على معجون، ولكن قبل ما نتحصل على معجون شنو عملت؟ نقيت التمر ديالي مزيان، حيت منو العظمين وبخرته ودهسته بهذه الطريقه باش تحصلت على معجون كيف ما كتشاهدوا معايا في الفيديو. من بعد ضفت له ملعقه كبيره من ماء الزهر، ملعقه صغيره من القرفه، وشويه الزنجلان اللي سبق لي بطبيعه الحال حمصته. ان شاء الله المكونات اخوتي غنخليها لكم تحت صندوق الوصف. كنخلطوا المكونات مع بعضياتهم حتى كيندمجونا مزيان مع التمر، وكنتحصلوا على معجون التمر يعني بمكوناته مضبوطه، ولكن تقدروا تزيدوه شويه النسمه او شويه البنه، تقدروا تعملوا قبيصه صغيره غير قبيصه ديال القرنفل، قرنفل مطحون، باش كتزيد تعطيكم بنه اكثر من هكذا. وهكذا كنتحصلوا على معجون التمر، كنخليوه يرتاح في الثلاجه بما يعني حضرنا العجين، ومن بعد كنخرجوه. وبالنسبه للمكونات ديال العجين اللي كتجي عجين هشيشه يا سلام كتجي روعه، المكونات بساطين موجودون في كل البيت. كنحتاجوا قليل من الزبده بحمام المطبخ، وكنحتاج شويه ديال السكر وشويه ديال الزيت. هاد ثلاثه ديال المكونات كنخلطوهم مع شويه ديال بينيه اللي تكون سائله من الاحسن، حيت كتطلق بنه اكثر من السكر بينيه. كنخلطو يدويا حتى كنتحصلوا على سائل، يعني ما كيبقاوش فيه داك حبيبات السكر. ومن بعد اخوتي كنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه، يعني ما تعملوش في خطره واحده. علاش؟ باش كنبقاو نخلطوا شويه بشويه حتى كنتحصلوا على عجين متمسكه، يعني عينكم ميزانكم العجين ضروري ما تجي رطبه. خليكم معايا باش تشوفوا ان شاء الله العجين كيفاش كنتحصلوا عليها في الاخير. كانت هي الطريقة ديال العجين سهلة، دغيا ما كتوجد في رمشتين، والعجينة كتجي بهاد الحلوة هادي كتجي هشيشة. المهم في المكان اللي غنطلقو فيه أو غادي نحضرو فيه الحلوة، كنعملو البلاستيك سوفيغيزي وكندهنو بشوية الزيت المائدة، وكناخدو داك المعجون التمر اللي للتذكير سبق لي خليته في الثلاجة باش يشويش يشبر في راسو، يعني ما يبقاش مرخي، كيقصح شي شويه كيتشبر. وكنشبر كنعمل منه صبيعات، يعني صبيعات ديال التمر على هذا الشكل، هذا كنعمل على شكل صبيعات.
اللي هي معمول التمر المعروفه ومشهوره وكل شيء كيحضرها في البيت ديالو، ما كتحتاج منكم العذاب. كيف ما كتشاهدوا معايا، من بعد ما كنطلقوا العجين وكنعملوا منها دوائر، كناخذوا ديك المعمول اللي كنحضروا فيه الحلوى او كان يعني الرشام ديال المعمول، كنعملوا فيه واحد دائره ديال العجين، ومن بعد كنعملوا كميه من معجون التمر وكنغطيوها بواحد دائره اخرى ديال العجين باش كنتحصلوا على حلوى معمره من داخل ومغطيه من جميع الجوانب. وبالنسبه لهذا الرشام كيف ما هو معروف عند الجميع، ما كتحتاج منكم هذا الحلوى تزوقوا، يعني هو ديجا كيكون اصلا في كل رشام فيه الزواق ديالو. من بعد ما كتعملوها كتجي مزوقه كل وحده بالشكل ديالها، حيت هذا فيه اربعه الاشكال، وانتم بطبيعه الحال كيبقى على حسب ذوقكم، تقدروا تحضروها على هذا الشكل، هذا على شكل معمول او كيف ما شاهدتوا معايا في الاول على شكل عيون تمر، او لا كتقدروا تعملوها كيف ما هي معروفه كتحضروها وكتزوقوها بيدكم، يعني كيبقى تزيين او لا يعني الحبات تقدروا تلعبوا وتعملوها كيف ما حبيتوا. هذه هي الطريقه الثانيه، ونتمنى اخوتي يعني طريقتي او الطرق بجوج يعجبوكم.